سهر، هل أنت من هواة السهر في غير أيام الحفلات؟ في الواقع بيبقى إيه برنامجك في السهرة؟ كيف تقضي سهرتك؟ والله يعني في بداية حياتي الفنية ما كنت أخلو في ليلة من الليالي من إني أكون سهران، يعني بمعدل إذا كان في السنة 365 يوم مثلا بيكون على الأقل 300 ليلة أو 340 أو 30 ليلة وأنا سهران. يعني ليه؟ لأنه كان في بداية الفن عندنا زي ما أنت عارف الجماعة متعطشين جدا والفنانين قلة، فما كنا نحصل وقت يعني يومين متنقلين ما بين مدينة ومدينة ومن عند أمير لأمير من عند تاجر لتاجر من حفل لحفل من زفاف لزفاف لزفاف من فيومين بمعدل يومين. يعني اليوم اللي ما بنسهر فيه مثلا كشغل أو عمل بنسهر نحن الزملاء مع بعض الفنانين سهرات خاصة. طب وتلحن ليلا في سهرة ولا تلحن نهارا؟ لا لما يا مادر كل واحد من الزملاء له طريقة الحقيقة في التلحين، إنما أنا ما أعرف ألحن إلا لما أكون لوحدي، يعني ما يكونش معايا أي صوت ولا حتى ولا العيال، ولا أخش في غرفة لوحدي كده وأقفل الباب وأستلهم. ما أعرف ألحن. في بعض زملائي أنا استغرب كيف بطريقتهم هذه بالتلحين، يلحنوا يعني كمان باستشارة، إيه رأيكم الجملة دي أحسن الجملة دي أحسن، وهذا طريقة كويسة ممتازة ما أقول فيها شيء، بس أنا لا أحب الأنانية في التلحين يعني. شين. شين. شكوى. أنت غنيت أغنية بتقول بشكو غرامك، مش كده؟ لمين بشكي غرامك؟ لمين بشكي غرامك؟ فهل شكيت مرة مش بقى من الغرام، من شيء ما في حياتك الفنية، كان عقبة كان مشكلة كان بيقف في سبيل تقدمك ولا أبدا؟ هذا حصل مرة واحدة في الإذاعة عندنا، إنه كانوا عاملين حفلة كانت عاملتها يعني جهة رسمية وطلبوا مني إني أنا أغني أغاني معينة، يعني أغاني فقط وطنية، والحفلة الجماهير عامة يعني عامة الشعب، وفي آلاف مؤلفة من المستمعين والمشاهدين. فقلت انا للمدير المسؤول قلت له لا بالطريقه دي مش ممكن، يعني كل المجموعه الفنانين دول يطلعوا يغنوا اغاني فقط وطنيه؟ ممكن نغني اغنيه وطنيه كمان نقول اغاني عاطفيه عشان هذه الاعداد الهائله من الجماهير يعني؟ قال لي لا ما ممكن. قلت لا ما ممكن، سلام عليكم. فالمسؤول اللي هو الوزير، وزير الدفاع كان عامل الحفل هذا، سأل فين رايح طلال؟ قالوا له حصل ما هو كيت وكيت وكيت زهم. ايش الحكاية؟ قلت له كيت وكيت 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 وكيت. قال لا غني أغاني عاطفية، وطبعا أغاني عاطفية والإذاعة على الهوى لأول مرة، هم عادة يسجلوا. المهم بأمر ما قدروا يقولوا لا طبعا، وخصوصا أنه كان الملك في غرفة ثانية يعني يتفرج على الحفل نفسه، إنما حقدوا عليه. الحفلة ديك مشيت وبعد كده ولا شيء صار ما يذاع لي في الإذاعة، يعني استعملوني بأسلوب الطناش. لمدة طويلة؟ لمدة لا بأس بيها. فرحت أنا مستعين بواحد من أصحابنا كان من المحبين ومشجعيني، ممثل مالي، واللي هم يعني يقدر يؤذيهم من النواحي هذه شوي. واخذني معاه والله في الظهر من مكه لجده، وقال لي يا واد، هو اسلوبه مكاوي كده في الكلام، انا خليك دحين تطلع تسجل وتغني وانت في الاذاعه تسمع الغنى حقك طالع من الاذاعه. قلت له يا شيخ مش ممكن. قال لي قوم معايا. رحت معاه طبعا، ما ادري كيف خش في المدير العام، في علاقات صداقات بينهم لابد يعني. قال له ابدا احنا ما احنا معاك سين ولا في بيننا وبينه الا احنا بالعكس نشجعه، احنا نشجع فنانيننا. قال له طيب دحين ينزل يسجل. قال له الاستوديو، فضوا له الاستوديو، نزلت سجلت الاغنيه بالعود من غير مزيكا ولا، وكمان هذه كانت من ضمن الشيء المعترض عليه في الاذاعه.
وقال خلاص وانتوا طالعين لمكة دحين تسمعوها مذاعة في الإذاعة. وفعلا ركبنا السيارة ونحن ماشيين طالعين على مكة. كان يعني وبعدها طبعا خلاص يعني أفرج عن أغاني عن صوتك. طب احنا هنسمع الغنوة اللي أعادتك إلى الإذاعة ولا هنسمع لمين بشكي غرامك؟ أول اللي مين أبشكي غرامك الحقيقة اللي قدمها لأنها فعلا قديمة من أغاني قديمة جدا الحقيقة ما يحضرني كلامها بالضبط يعني. طب هل تذكر الأخرى؟ وكانت على العود فما فيش مشكلة. أيوة هي كانت أغنية أبها في البداية. معليش احنا بنثقل عليك بس ده من أجل إسعاد الملايين. لا تلوموني في هوا قبل ما تشوفوها هي بس اللي هوتها قلبي ما يعشق سواها. لا تلوموني في هوا قلبي ما يعشق سواها هي بس اللي هوتها قلبي ما يعشق سواها قلبي قلبي ما يعشق سواك. صاحب صاحب مين صاحب أكثر أصوات شعبية في عالمنا الغنائي العربي اليوم؟ أكثر الأصوات شعبية في عالمنا العربي عموما؟ أيوه حقيقة هذا صعب الإجابة عليه لسبب واحد إنه هذا ما ينعرف إلا إذا انعملت الاستفتاء. استفتاء هذا اللي يعني. طب من تجربتك الشخصية بأذنيك كناقد كمتذوق تقول مين؟ لا أنا كمتذوق الحقيقة أنا أسمع كل جديد وما في شك إنه لكل فنان له أشرطة ناجحة بقى يعني برتاح جدا لسماع الاغاني الناجحه دي بالذات لانها ما نجحت عن بسبب. طب ما في صاحب صوت معين بيطربك اكثر من غيره؟ لا باعتباري اني انا من المطربين يعني القدامى شوي يعني احب اسمع القدامى. طبعا زي يعني مين بالنسبه لوجدانيات وحزيز يعني اسمع الجديد صحيح يعني انطرب ل الثقافة الموسيقية اللي فيه ما في شك إنه الموسيقيين والإخراج الموسيقي والتوزيع الموسيقي والأجهزة الحديثة دي بتسجل عليها الأعمال الفنية كلها دي عوامل بتسبب إنه الواحد لما بيسمع العمل الجديد هذا بيسمعه بشكل يعني مش مشوشر زي ما كنا نسمع الأعمال القديمة بسبب طبعا الأجهزة القديمة اللي كنا نغني عليها ونسجل عليها. طب أبو عبد الله إنما الموضوعية في الألحان والموضوعية في الكلام والموضوعية اللي كانت في الأول ما هي متوفرة في الأيام دي. طيب نقول صاحب أقوى صوت قوي ما يشك إنه وديع الصافي. طيب هو صاحب أكبر حظ من الأصوات أكبر حظ حظ من الأصوات برضو هذا صعب السؤال علي يعني لأنه ما شاء الله كلهم محظوظين يعني. طيب أنت محظوظ نسبيا ولا الحمد لله تعتبر كده ابتسم لك الحظ الحمد لله. طيب صوتك بتضعه في القائمة في فين يعني كيف ترى؟ والله يعني صوتي من ضمن الأصوات يعني شوف زي ما قلت لك هو تأثير صوتي إنه قديم يعني أنا تعود على سماع صوتي وأسلوبي أنا الغنائي من حوالي 30 سنة في الوقت اللي ما كان فيه إلا أقلية من المطربين يعني أنا ومحمد عبد وعبادي جوهر يعني ثلاثة أو أربعة قلة قليلة فيعني جماعة تعودوا على سماع صوتي 30 سنة يعني تشبعوه يعني صاروا يحسوا انه بيرتاحوا له يعني ذكريات انطباعات في النفوس يعني ما فيش. طب بتعتبر اكثر انما بالنسبه للامكانيات الادائيه الصوتيه ما يعتبر صوتي من الاصوات زي وديع مثلا ولا زي
الجماعة الفطاحل دول أصواتهم ما شاء الله تبارك الله زي العجينة يعني يعملوا بها العجب العجاب. يعتبر صوتي طبيعي. أكثر أعمالك شعبية إيه في رأيك؟ أكثر أعمالي شعبية والله في مجموعة. نقول واحدة منهم لو سمحت دلوقتي. في لماذا طلال مداح بالذات ليس ضيفا على المسرح الاستعراضي ولا ضيف على التلفزيون والشاشة الكبيرة السينما؟ ألم تأخذ هذه التجربة؟ ألم يعرض عليك دور هنا أو هناك؟ لا والله هو يعني بالنسبة للمجال السينمائي يعني حصل إني حاولت عدة محاولات فيه. فعلا؟ عملت فيلم اسمه شارع الضباب لكن للأسف فشل لعوامل عديدة طبعا. أما بالنسبة للمسرح الغنائي الاستعراضي في الحقيقة يعني ما قد عرض علي أني أنا أعمل عمل من هذا النوع لأسباب عديدة. أنه أولا هذه النوعية من الفن ما هو متوفر عندنا بالنسبة لمنطقة الخليج يعني. لا ما أقدر أقول لك السعودية، ما أقدر أقول لك الخليج لأنه محترم لك الكويت فيه هذه النوعية يعني. وبالنسبة لمصر طبعا زي ما أنت عارف بيجي في مواعيد معينة عشان يعمل حفلات، صحيح بيكون فيها مشتركين مجموعة كبيرة من الفنانين، إنما ما 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 ما, ما يتصف بصفة المسرح الغنائي الاستعراضي يعني اللي هو بيحتاج المخرج وإضاءة ونعرف مسائل التكميلية هذه. ما حصل انه احد عرض عليه، وحتى لو عرض عليه تهيألي ما حقدر اشترك يعني في النوعيه دي من الاغاني. طه 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 طلال. طلال المداح ده اسمك فعلا؟ انا زي ما استنتجت من شويه بتقول لي اسمك فعلا، لكن اللي بنقولها قبل مداح دي اضيفت مع الوقت ولا بتبقى كانها لقب وصفه ايضا؟ لا بعضهم بيقولوا طلال المداح وبعضهم بيقولوا طلال المداح، وفي الحقيقة اسم مداح هذا اللي هو ربان يعني مش والد الحقيقة اللي هو جوز خالتك زي ما قلت لي ولا حد تاني. طيب نقدر نقول ايه لطلال المداح دلوقتي امام المشاهدين؟ تحب تقول له ايه؟ انت قلت حاجة للسادة المشاهدين، قلت حاجة لزملائك، قلت حاجة للوجوه الجديدة، ما قلتش شيء لطلال نفسه. لو يهتم شوي بالبروفات في حفلاته كان ممكن يكون نتيجة افضل يعني. ظروف. ظروف حياتك الشخصية بتؤثر على فنك ولا ظروف فنك بيؤثر أكتر كفن على حياتك الشخصية؟ لا في احتمال أن ظروف فني بتأثر شوية على حياتي الشخصية، إنما حياتي الشخصية هم بالعكس بيساعدوني جدا على أني أنا أخذ راحتي في حياتي الفنية. طب
طب هل الظروف دي ما جاتش في مرة من المرات وكانت عقبة في سبيل تقدمك الفني؟ الظروف الشخصية؟ أبداً؟ في بعض المواقف يعني بالنسبة لي لما يكون يحصل اختلاف مع شركات أو ما شابه ذلك، بالنسبة لما ينتج من إنتاج اختلاف على ما يسجل وما ينتج من غير يعني رغبتي أنا ومن غير رضاك رضاي. عالم الضمائر عز وجل سبحانه وتعالى. مش هنتكلم عن عالم الضمائر، لكن هنتكلم عن العالم اللي خلقه عالم الضمائر. هقولك، هل هو عالم مجنون فعلا كما يقال عنه أحيانا؟ كيف ترى العالم اليوم؟ العالم؟ لا، العالم والله العالم وصل في يعني في تطور إلى حد يعني مو الجنون، إنما إلى حد الذهول والدهشة كده بالنسبة لي. طب هل الفنون فيها أحياناً بعض الجنون؟ أمال هي الجنون كله يعني. طب لو اتكلمنا عن الضمائر وأقول لك، وهي بالمناسبة عالم الضمائر دي فولكلور أنت تغنيه، هل أحياناً بتضطر إلى أنك زي ما بيقولوا تغير ضميرك من أجل مجاملة، من أجل مناسبة، فتغني بلا إحساس صادق ولكن لمجرد الغناء؟ و يعني يحصل أحياناً بتحصل طبعاً للفنان أحياناً ظروف يضطر فيها إنه هو يا أما بسبب مجاملة يعني، يا أما بسبب ماديات، يا أما بسبب أي عامل من العوامل يعني، إنه هو يعمل العمل الفني من غير رضاه.
حصل كتير ولا قليل ونادر؟ لا مو كتير إلى درجة، إنما حصل يعني. زمان ولا الآن أيضا؟ والله في فترات متفاوتة. غين غربة. هل بتشعر بغربة أنت في رحلة بعيدا عن المملكة العربية السعودية زي ما احنا موجودين في مصر بلدك الثاني أنا بعتبرها، ولا ما بتشعرش بأي غربة من أي نوع في أي بلد عربي بصراحة؟ لا، بالنسبة في أي بلد عربي الحقيقة ما بحس بالغربة. أنا حسيت بالغربة مرة واحدة في حياتي الحقيقة، لما السنة اللي ما يعني اللي قلت عايز فيها يعني أخذ أجازة زي كل الناس ما بياخذوا أجازة في الصيف عن عموم الحفلات عن عموم الأعمال الفنية، ورحت عشت في أسبانيا 3 شهور بتاعت الصيف، حسيت تماما بالغربة يعني. فجوة. هل هناك فجوة بين الواقع والخيال في نظرتك لدنيانا، ولا الاثنين مرتبطين ببعض؟ والله هذا يرجع إلى الزاوية اللي يعني تنظر منها لي. أي اللي بينظر منها الإنسان لواقعه وخياله. طب في وقت فراغك نعتبره ده فجوة في يومك في برنامجك اليومي أو في حياتك عموما، لأنك قليل الراحة والاستجمام وشعرت بغربة لما حبيت تاخد أجازة، فبالتالي لما يبقى في هذا الفراغ هذه الفجوة، هل بتمارس رياضة معينة؟ هل بتمارس هواية معينة؟ ولا الغناء هو حرفتك وهوايتك؟ هو الحقيقة يا أما يعني مشاهدة التلفزيون، يا أما محاولة يعني قضاء الوقت بالتمرن على عزف آلة يعني من الآلات الموسيقية، باعتبار أنه ما كان عندي عود في الفترة دي، كنت بحاول أتعلم على ده يسمونه ده فلامنكو. وبتعرف يعني كنت بهنكر يعني. قمة. هل يتربع على القمة اليوم مطرب ما يعيش بيننا، ولا القمة خلت بانتهاء وابتعاد، أو نقدر نقول إن احنا فقدنا القدامى العمالقة؟ لا، ما زال في القمة الدكتور محمد عبد الوهاب بطبيعة الحال، ربنا يخليه لنا طبعا. طب لو تركنا عبد الوهاب على جنب لأنه ده قمة القمم، نقول مين اللي على القمة النهاردة؟ والله ما زالوا إلا كان لهم أعمالهم الفنية اللي خلتهم في مستوى القمم برضو، ما زالوا موجودين، إنما عطائهم قل ربما لأسباب خاصة. زي مين يا أستاذ طلال؟ زي محمد الموجي، زي كمال الطويل، زي نجاة اللي اعتزلت لها 4 5 سنوات. حرام يعني، ليه واحدة زي نجاة تعتزل؟ ليه أستاذ طلال؟ أنا توقعت في القاف هتقول لي قصة على أساس إنك أنت عندك غنوة بتقول خلصت القصة أو خلصت القصة، فهل عشان انت ما قلتهاش هتحرمنا منها وما نسمعهاش، ولا هتغني عنها دلوقتي؟ لا معلش، لانه ما يحضرني كلام. انا ترى على فكره عنده 500 اغنيه، اني احتار احفظ ايش ولا ايش ولا ايش. ذاكرتك ضعيفه عموما؟ يتهيألي كاسيت. نتكلم عن الكاسيت والمكسب المادي الذي يعود على إنتاج الكاسيت، والكاسيت عموما والذوق العام للجمهور والأغاني اللي بيقال عنها أنها بقت هابطة، نتكلم عن كل هذا، تقول لي إيه؟ أقول لك هذا يعود إلى الشركات المنتجة. أولا أنت عارف أنه بسبب الوسائل الحديثة صار يعني سهل على أي واحد يحس في نفسه أنه هو عنده كم قرش ممكن ينتج بهم 4 5 6 أغاني على حسابه، ما بتكلفه مثلا إلا المبلغ الفلاني، والمبلغ الفلاني متوفر، يجي يعمل العملية هذه وراح يتفاهم أو يتفق مع أي شركة منتجة، حتى لو كان يعطي لها إياه بلاش يعني من غير ما يأخذ منها مقابل، في سبيل أنه يعني يجرب حظه في المسألة. فصارت مسألة تجربة الحظوظ دي هي اللي خلت العدد ما شاء الله اللي بيجربوا حظهم كتير. أول كان الواحد عشان يجرب حظه لازم يخش الإذاعة، لازم يخش بلجنة تقيم هذه المسائل، دحين لا، يعني كل واحد يسجل لمزاجه الخاص ووديه لأي شركة، والشركة تقبل أي حاجة تنزلها، تقول لك أنا مش هنصي وش هنصي، إن مشي كان بها إن ما مشي كان بها. فلهذا السبب صار العدد الهائل المهول ده من الأشرطة النازلة، وحتى لبعض الأسماء اللي ما قد سمعنا عنها الحديث من قبل.
طب يعني بصراحه اي تفضل كنت هتقول. انا بانذهل لما باخش انا اي استيريو مثلا في المملكه هناك واشوف الاعداد الهائله دي من الالاف الاشرطه، الاف الاشرطه لمئات المطربين، يعني يعني حاجات عجيبه. والكم على حساب الكيف للاسف. هو طبعا ما بيثبت منهم الا يعني في بالنسبه للساحه على هذا اللي يكون يطلع من خلال اذاعه وتلفزيون ويعترف به ويكون له قاعده جماهيريه طيبه. طب قول يا ابو عبد الله بصراحه شديده، هل انت تبحث عن المكسب المادي وحريص عليه كحرصك على المكسب الادبي، يعني الاثنين معا، ولا تفضل الادبي؟ يعني لا الحقيقه احب انه يكون في توازن واحد يعني. لما غنيت لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان ايه شعورك؟ كيف كان اللقاء اساسا؟ وليه الاغنيه دي لم تنل حظها جماهيريا من النجاح؟ مع ملاحظه حاجه عايز اقولها بسرعه وحاجه مهمه، ان العود اللي انت بتعزف عليه عود اصلا كان ملكا للاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. فاحكي لنا حكايه العود وحكايه لقائك بيه وحكايه الغناء. العود هذا يعني اللي لحن عليه أغنية الجندول والكرنك والمجموعة إياها في السابق، حاجات العظيمة. اي نعم، وأنا أعطاني إياه جميل جوري طبعا، ولأنه عبد الوهاب عادة له طريقة خاصة جدا، يعني كل لحن يحب أن يقوله على يعني ما يستمر على عود واحد، اللي يقول لك أنه كل ما غير العود يتغير طعم الصوت يعني، فيسبب له نوع من الخيال أكثر يعني، أو هو كده يرتاح يعني. أعماله الجديدة دائما كل شوية يغير فيها آلة العود اللي بيعزف عليها. هذا بالنسبة للعود. أما بالنسبة للقائي معاه فكان من خلال الشركات اللي كانت كنت أنا متعاقد معاه، واللي كان هو مشترك معاها في لبنان. فالشركتين لهم يعني صلة ببعض تجارية، توزيع، يوزعوا البعض أعمال ما ينتجوها. فكان برنارد بيضة مرة زار الشركة دي في جدة والتقيت بي وطلب مني أني أنا أروح للبنان عشان يعني يواجهني بالدكتور محمد عبد الوهاب عشان يحصل بيننا تعاون، يطبعوهم على شركتهم وتقبل شركتنا نحن ان هي توزع في المملكه، يعني من الناحيه التجاريه. كنت وجه جديد في ذلك الوقت ولا كنت طلال؟ لا كنت شغل. كان لي يعني قاعده جماهيريه لا باس بها. في كان عمرك كم سنه؟ يمكن كان 28 او 30 يعني. وبعدين يا استاذ طلال؟ وبعدين طبعا سوينا العقد وسافر هو ذيك السنه الى جنيف والتقى بأمير اسمه سعود بن سعد، أخذ منه القصيدة ولحنها. على ما تعرف عبد الوهاب لما يلحن بياخذ وقت يعني، اللحن مش زي غيره. أهم ما في الموضوع أنه سبب عدم انتشار اللحن هذا كما يجب أنه ما كان واقف هو على تنفيذه، يعني خلى عبود عبد العال ينوب عنه في تنفيذه، وأنا ما كنت كما يجب في أدائي حقيقة. والملابسة الثانية إنه الشركة أعطت حق التوزيع للمؤلف بتاع الكلمات، وأعطته دفعة واحدة 30,000 أسطوانة، وهذا هذا شاعر ما يف... لا له شغلة في التوزيع ولا يفهم فيها. فلما أخذ الأشرطة طبعا بقيت عنده ستوك له، صار له أحلام كيف يوزعها. فسببت انه يعني لما سارت عنده ستوكات قال لك انه الاغنيه ايش فشلت. انا ما عملت يعني الحقيقه ما ركزت عليها في حفلات، لكون النوت ما هي موجوده معايا حغنيها كيف حفله، والنوت موجوده مع عبود عبد العالي هو اللي ارسل له الشريط وهو اللي نوتها. هذا السبب اللي خلاني ما اقولها في حفلات. والحاجه الثانيه انه ما طلب مني الدكتور محمد لما بكون في القاهره هنا انه انا اسجلها من جديد ويحضر هو على التسجيل عشان ينفذها هو بطريقته الخاصه يعني. انما في لحن جديد ان شاء الله من كلمات احمد شوقي قريبا ان شاء الله
أمير الشعراء ومحمد عبد الوهاب وطلال المداح. تخيل 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 الشنص لحد فين. ربنا يوفق. طب مين ملحنك المفضل وأنت ملحن أعمالك اللي تحب إنك تغني له، غير طبعا الأستاذ عبد الوهاب وغير القمم المصرية، مين من ملحني منطقة الجزيرة العربية؟ سراج عمر، وطلال باغر، ومحمد المغرس. مغادير مغادير يا قلب العنا هل دور القدر كان دور مهم فعال وخطير في حياتك، ولا لا دور عادي جدا زي كل انسان في حياته القضاء والقدر؟ القدر فعاليته في حياة كل مخلوق، ما في شك، لكن له دور فعال ايجابي جدا في حياتك ولا عادي جدا؟ دوره في حياتي الفنية طبعا. أيوة. دوره كان لما حضر عباس غزاوي، كان أيامها هو المسؤول عن إذاعة، إلى حفلة كنت معزوم فيها، حفلة خاصة عند الأمير عبد الرحمن بن سعود، واستمع إلي في الحفلة هذيك وطلب مني بإلحاح أني أنا أنزل لجدة عشان يساندني في أنه يطلعني من خلال الإذاعة، فلولا أنه أنا رحت هذيك، مع أنه كان ممكن ما أروح ذيك السهرة يعني، ولو ما رحت ما كان حصل هذا، كان ما كان حصلت النتيجة هذه يعني، وما كنا جلسنا هذه الجلسة. فهذا يعني نوع من القدر اللي خلاني أنا بعد ما رفضت السهرة دي إني أنا أروح، وشوفني الأخ وبعدين يلح علي في المروح اللي هو الأخ عباس غزاوي اللي هو الحين سفيرنا في جنيف أو في دولة أوروبية ما أدري كان دحين. لو لم تكن، وهنا بنتكلم برضو عن المقادير، مطربا وملحنا، كنت تحب تكون مطربا وملحنا برضو يعني. ما كنتش تصلح لعمل آخر؟ لا أبدا، ولا أفلح أي صحيح. عمل أبدا. نهر الغناء نهر واسع لا ينضب، ويمكن الفرعين الرئيسيين فيه في المملكة العربية السعودية طلال المداح محمد عبده. كيف ترى المنافسة بينهما؟
وكيف أو ماذا تقول عنها؟ والله هو المنافسة ما في شك يعني حاصلة من بداية طلوع محمد عبده إلى يومنا هذا إلى غدا، يعني إلى بعد سنة كمان. سبقته بقد إيه؟ بكم سنة؟ أنا سبقته يمكن حوالي 7 سنوات أو ما شابه ذلك. نتكلم عن أغاني محمد عبده، تقول لي بتختلف في إيه عن أغانيك؟ لا أبدا، هي النوعية هي نفس النوعية، ذات النوعية، بس اللهم إلا إنه يحط فيها من خياله وذاتيته. وزي ما قلت لك يعني الفرقة كمان ماسية معه، تخرج له أعمال وإخراج طيب جدا، بيعملوا له ضربات كافية جدا، الجمل اللي بيختارها اللزم اللي بيختارها يعني اختارها بعناية معينة. أنا ما أحب أغانيه إلى قلبك. والله أنا أحب لهم كتير، أنا أحب أسمع محمد عبد الفتاح. طب يعني اذكر لي غيره، مش هتغنيهم كتير؟ كتير والله كتير حقيقة، أنا أحب أغاني محمد عموما يعني الوحيد في زملائي اللي عم طريب له حقيقة يعني في كل ما يقوله، بصرف النظر عن المنافسة، حتى هو يحب يسمع أغاني كتير يعني. طب باعتبارك صوت قديم وصوت محبوب، كيف تقيم الوجوه الجديدة حاليا؟ كيف تراها؟ مبشرة بالخير؟ ما تحتاج لمزيد من الفرص؟ والله ما في شك مما بأسمع، خصوصا من الأعمال الخير في إيمان البحر، هذا مستقبل طيب هيكون بشأن محمد الحلو، لولا إني سمعت عنه إنه هو يعني بدأ في الآخر مش عارف أسبابه إيش، من ما سمعت له إياه من أعمال كان ممكن الولد يطلع من شيء طيب جدا على الحجارة، طريقته وأسلوبه، هو اتجه القصايد صحيح، والقصايد الموزعة بطريقة ممتازة جدا برضه، هذا كمان ممكن إنه هو يعني يخش بانتشار على مستوى العالم العربي كله. ثلاثة فقط؟ في مدحت صالح، في يعني في مجموعة كويسين. طب والأصوات النسائية؟ الأصوات النسائية في سوزان العطية، في أنغام، في سلامات نادية مصطفى نادية مصطفى طبعا غير عاد الكبار ودامة يعني. هل الجدايل دي أغنية من أغانيك؟ والجدايل اللي هي الضفائر. الضفائر. طب نتكلم عن المرأة، المرأة في حياتك تقول فيها ايه؟ المرأة في حياتي، في حياتي الواحد ولا في حياة الناس؟ لا في حياتك انت شخصيا. والله انا ما اقدر يعني، انا مش من الادباء يعني الفطاحل اللي اقدر ادي المراه حقها في يعني في اهميتها في الحياه، انما ما في شك ان هي يعني باختصار اقول زي ما قالوا ذاك، ان خلف كل رجل عظيم امراه، انا ما اعتبرني عظيم عشان، انما هذا رايي في المراه عموما يعني، إنها إما 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 إنها تكون وسيلة يعني دافعة من دوافع النجاح، أو تكون وسيلة هدامة ولحياة الإنسان مثلا، والحد من نشاطاته ومن يعني نجاحاته في الحياة. واو وعدت متى؟ نتكلم عن الوعد والموعد ونقول لك، هل أنت إنسان ملتزم بمواعيدك، ملتزم في حياتك، ولا فنان مش منظم مش ملتزم قوي؟ والله لا يعني ما أنا منظم كما يعني يجب، إنما بالنسبة لمواعيدي ملتزم بمواعيدي، إلا إذا حصلت أسباب فوق يعني إرادتي، إما مرض إما عرض إما يعني ظروف استثنائية. ظروف استثنائية، إنما دائما أنا أحب يعني الالتزام بمواعيدي. طب في الوعد بقى، بتوعد الجمهور بأن لا تقبل إيه؟ بوعد الجمهور بأن إيه؟ لا تقبل ماذا؟ لا أقبل لا أقبل بأن أغني أغاني وحشة تزعجهم مني. وتوعدهم انك تغني ايه؟ اغاني ان شاء الله تكون يعني عند حسن الظن وتحوز رضاهم. طب تسمعنا دلوقتي ايه؟
كان والله إني لو دريت وين في الدنيا سكن لترك الماضي وباكي واحزي ما مالي وسافر وقصودك مهما بعدتي لترك الماضي وباكر واحزن امالي وسافر وقصودك مهما بعدتي وينك انت يا شادية يا شادية في البادية. هل حياة البادية مأثرة فيك فعلا الى حد كبير؟ آه إزاي يا أستاذ طلال؟ لأني عشت في بيئة بادية يعني. لا إزاي ما أثر فيك؟ كإنسان وكفنان. ما أثر فيا من ناحية طبائعي يعني مثلا من ناحية ما بتأثر به عادة الطبيعة طبيعة البادية على الإنسان اللي بيعيش فيها من قوة التحمل. الصبر المكر احيانا طب دي تعترف لي تاني في النهايه لا ما هو المكر ده يعني شيء مستحب لازم بعض الذكاء للمصلحه مفيش شك طب استاذ طلال في ختام الحلقه وقبل ان اسالك الاسئله التقليديه ماذا سنستمع منك والساده المشاهدين كلهم اذان صغير قصري بعد المسافة لا تطول وارحمي قلبي يعذب الحنين قصري بعد المسافة لا تطول وارحمي قلبي يعذب الحنين وما تبي بس قولي وش تبين ما تبين من عيوني بس قولي وش تبين كل غالي تطلبين في موازيني
حتدر الغريب. لكي تكتمل الصورة أستاذ طلال ونعرفك أكثر من الألف والألياء، بقول لك إيه أحرك سؤال وجهه لك في المجموعة الماضية؟ لا برا لقائنا. هو أحرك سؤال ما وجه إلي، إنما وجه إلى العائلة في غياد. لزوجتك؟ لزوجتي فعلا. وأنا كنت في الاستوديو يعني قاعد يسألوه عن خصوصيات خاصة جدا، يعني أنا لو كنت أنا موجود مثلا ما أخلي فرصة أن أحد يتكلم فيها، إنما زي ما تقول هي ما عندها فكرة عن الموضوع ده فراحت كات المتحلة يعني. إيه فلسفتك في الحياة أو حكمتك المفضلة؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. أستاذ طلال هقول لك قولين مأثورين تقول لي رأيك فيهم. القول الأول بيقول إن المرأة أقدر من الرجل بمراحل على وجود النظام والسعادة في البيت. توافق أم تعترض على هذا؟ ما في شك طبعا. توافق؟ ما في شك. طب قول آخر بيقول وهو مثل شعبي مصري، في التأني السلامة وفي العجلة النداب. وهذا في عدم صحيح. هقول لك قول تكمله أنت بأسلوبك. أنا لا يهمني رأي النقاد إذا كان ثلاث نقط. إذا كان هداما ولا يعتمد على حقائق. هقول لك كلمة ترد عليها بكلمة واحدة بدون تفكير بدون تعليق بسرعة. زجاج. نظار. باروكة. شامبو. استوديو. ميكروفون. قلب. حياة. أذن. كلمة. سيارة. راحة. عود. شجن. دبلة. سجن. من الألف إلى الياء. من الألف إلى الياء. سيداتي أنساتي سادتي، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم فناننا الكبير طلال المداح من الألف إلى الياء، وأرجو أن نلتقي على خير المرة القادمة مع ضيف آخر من الألف إلى الياء. أقول لكم دلوقتي تصبحوا على خير مع أجمل تمنياتي وأرق تحياتي.